اليوم سننجز شكل ثاني. نحتاج دائرة، سيركل سنتغيون، نختار مثلا 8، نضع دائرة هنا، 2 2 2، عندما ننتهي نسمي النقاط نخفي الدوائر الآن نحمل قطع مستقيمة نعلم نقطتين متميزتين قطع مستقيمة ونربط كل نقطة متميزة مع كل النقاط نربطهم حتى مع بعضهم حتى مع النقطة الأخرى نخفي المعالم والجداول ونكمل عملنا يصبح لدينا هذا الشكل
يمكن جعلها تدور هكذا. هنا تظهر كأنها مبوطة، كي نتأكد. نرسم دائرة. سوف تنطبق عليها تماما. إذن هي ليست مبوطة. انتهى الفيديو.